Assalamu alaikum. My name is Khaled Abdullah. I'm with Al-Murayef Supply Chain. Today we have an open day for Hangsha where we will present and give a brief information about our product. We have forklifts, starts from 3 tons all the way up to 45 tons of Hangsha quality product. So please join us. You are welcome. Thank you. السلام عليكم، حياكم الله عملاء شركة الخريف في يوم هانجشا المفتوح للحديث عن الروافع الشوكية الديزل ماركة هانجشا. نقدم حلول لوجستية عن طريق أحد منتجاتنا من الروافع الشوكية، والتي يمكنها أن تقدم خدمات متنوعة لجميع عملائنا من شركات الخرسانة، الرخام، شركات الأفراد والأغذية والبيع بالتجزئة والبتروكيماويات، مطارات، مواني. نقدم في شركة الخريف الأمان والكفاءة التي يحتاج عملائنا الاعتماد عليها من خلال الروافع الشوكية المقدمة لهم في حلول المناولة. كما نقدم سلاسة في صيانة هذه الروافع. والحديث أكثر، يمكننا أن نتكلم عن الروافع 3 طن الديزل. يوجد لدينا 3 أنواع من 3 طن.
مواصفات كونتينر تريبلكس ماست، وأيضا ستاندر للعمل خارج الكونتينرات وفي المواقع المفتوحة. كما يمكننا أن نقدم روافع ديول فيول مزدوجة الوقود من الغاز أو البنزين، ونقدم أيضا روافع 5 طن، منها أيضا نوعين من الروافع ستاندر ماست للعمل في المواقع المفتوحة والأماكن المفتوحة، وأيضا التريبلكس ماست للعمل داخل الكونتينرات والأماكن الضيقة. طبعا في 5 طن نتكلم عن قدرة محرك تصل إلى 113 حصان، مع وجود فول أوبشن للرفعة من إزاحة جانبية، ارتفاعات تناسب جميع عملائنا بالنسبة لارتفاعات مواقع العمل، وأيضا ينطبق ذلك على روافع 3 طن. و7 طن، بالنسبة لروافع 7 طن تصل قدرة المحرك فيها إلى 113 حصان، وأكثر ارتفاع لروافع 7 طن 4 متر. كما نقدم أيضا على جميع الروافع محرك أسوزو ياباني. المحرك الأسوزو من المتعارف عليه أنه من أقوى المحركات الديزل، وأيضا نقدم ذلك المحرك للروافع 10 طن، والتي تصل قدرة المحرك فيها إلى 114.5 حصان، مع أطوال شوك 2400، 2 متر و400 سنتي، فول أوبشن، إزاحة جانبية، فورك بوزيشنر للتمكن من تحريك الشوكات حسب أطوال الأحمال وأبعاد الأحمال المختلفة في مواقع العملاء. نقدم أيضا منصات الرفعات الكهربائية الامتدادية مثل البوم مان ليفت، الذي يستخدم لأعمال الصيانة والأعمال الخارجية للمباني وواجهات المباني، وأيضا نقدم من ضمن منتجات هانكشا رفعات السيزر ليفت كهربائية، السيزر مان ليفتر، والتي تصل إلى تحمل أوزان أو حمل أوزان 450 كيلو، وارتفاعات تصل إلى 15 متر. وأخيرا نقدم المانوال هاند باليت، الرفعة اليدوية بحمولة 3 طن، وذلك لتسهيل حركة نقل الأحمال داخل أماكن العمل. كما نقدم خدمات ما بعد البيع لجميع منتجاتنا. خدمات بعد البيع من أهم الأشياء التي يبحث عنها العملاء، خدمة ما بعد البيع، من توفر قطع غيار، توفر مراكز صيانة، توفر عمالة تخدم العملاء في جميع أنحاء المملكة. ولله الحمد لدينا فريق من خدمات قطع الغيار وخدمات الصيانة لدعم عملائنا في أي مكان. أتمنى لكم قضاء يوم سعيد. هانكشا أوبن داي، يوم هانكشا المفتوح لمنتجات هانكشا وعرض منتجات هانكشا مع شركة الخريف. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ساعة إلى 15 يوم باي دي سيل بدون أي تكاليف شحن. عندنا طال عمرك فروعنا ما شاء الله متوفرة داخل المملكة العربية السعودية، 7 فروع، فروع رئيسية اللي هي الرياض، الدمام، جدة، تبوك، الجوف، بريدة، جازان، وعندنا برضو كمان طول عمرك موزعين متواجدين في خميس مشيط، في ساجر، في حائل، وادي الجواز. احنا نقدر نخدمكم اي مكان داخل المملكة العربية السعودية في اي وقت تحتاجون قطعة خيار، بس اتصل علينا طول عمرك حتى من غير ما تزور الفرع، نوصلها لكم حيث ما تكون. ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഉപകരിക്കുന്ന അറിവുകളും യാത്രകളും സൗദി ടിപ്സുകളുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ യാത്ര ഇങ്ങനെ തുടരുകയാണ്. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും അസ്സലാം.